هلو هلو هلو، اهلا وسهلا بالجميع. ان شاء الله تكونوا بالف خير والف صحه جيده. الابراج العاطفيه لهيدا الاسبوع، ما الذي ينتظرنا؟ هيدا الفيديو رح يكون عليه اربعه، اللي هن الحمل، الثور، الجوزاء، والسرطان. بعتذر، موعدنا كان امس. خلينا نشوف ما هو المتوقع. ما تنسوا اليوم الدردشه رح تكون اليوم بدل غدا لظروف خاصة. مواليد برج الحمل، حمل أمورك العاطفية تبشر بالخير، تبشر بالتغيير، تبشر بالإيجابية. أحوالك بشكل عام، شو عم تحس، شو عم تشعر، كيف عم تتجاوب مع الأشخاص يلي حواليك، مع عائلتك، مع أولادك، أسرتك، رفقاتك بالجامعة، عملك عم بيكون كتير إيجابي بخلال هالأيام هيدي. وهذا الأسبوع رح يحمل لك أخبار جيدة وسعيدة، ربما من العاطفة أو العلاقات الاجتماعية يلي أنت فيها يتولد شيء إيجابي يحاولوا يوصلوك إلى مكان جيد مالي. يا ترى شو هي نصيحة هذا الأسبوع لإلك؟ التنظيم، التخطيط، تحديد الهدف إن كان عاطفي أو غير عاطفي. عليك أيها الحمل بتحديد أهدافك. إذا كان عندك مخطط للحب أو للزواج، حدد هذه الأهداف وحاول إنك توصل لإلها بطريقة ناجحة، أو احصر مخك أو أفكارك، شوف كيف هو حال الشريك وهل عنده احتياجات أنت بحاجة إنك تعملها لحتى توصل إلى مكان جيد أو مطرح جيد. أيضاً اللي عم شوفه أيها الحمل، إنه في عندك اتصالات كتيرة، مشاورات كتيرة، بحوث كتيرة بشأن بعض الأمور اللي رح تعملها، والوضع الحالي عاطفياً جيد ومتجاوب معك. بالتوفيق لمواليد برج الحمل. مواليد برج الثور، ما الذي ينتظر الثور عاطفيا هيدا الأسبوع يا ترى؟ ما تنسوا تعملوا مشاركة وتلاقوا لي على الدردشة بعد شوي. الثور، ما الذي ينتظرك هذا الأسبوع عاطفيا؟ ثور، صراحة الأمور عندك مخبوصة، مقلوبة، ما في وقت للحب، ما في وقت للعاطفة، ما في وقت للتفكير. بعض الأمور شاغلة بالك، محرقصتك، خليك قاعد مثل ما بيقولوا على رؤوس أو أطراف أصابعك، زي اللي عم يمشي على قشور بيت خايف أي شيء يتكسر أو يجرحه. سواء عم شوفك بهاي الفترة ضايع، متردد، غير ثابت على شيء، أفكارك مش مركزة بالنواحي العاطفية أو نواحي الأسرة أو الأمور، سوى إحساسك بأنه هناك ثورة من الغضب، ثورة من عدم التوقع، وكأن الأمور عم تسحب أو تغير بطريقك بطريق غير معلن. لكن اللي عم نشوفه انه على نهاية الاسبوع هناك رسالة ايجابية عاطفية تأتي لك، ربما لقاء جديد، حب جديد، او من حبيب او حبيبة قدماء ممكن يحاولوا يوصلوا لك بعض الامور وينجزوا لك شيء كان من المتوقع ان لا يكون منجز، ربما يتعلق بحالة عاطفية، عائلية، مالية او غير ذلك، أو تتعلق بوضع خسارة أو وفاة. بالتوفيق لمواليد برج الثور. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الجوزاء، الجوزاء، ما الذي ينتظرنا هيدا الأسبوع يا ترى عاطفياً؟ الجوزاء في الحب والعاطفة. جوزاء ضايع الطاسة عندك، يعني ما في أي تركيز على أي من الأمور بهذا الوقت، ضايع الطاسة، باعتبار أنه وضعك المالي غير مستقر عم بيأثر على وضعك العاطفي، وضعك مع الشريك، وضعك مع الأسرة، مع الحب، مع العائلة بشكل عام.
لذلك في مشكلة هون، هي مشكلة التركيز، مشكلة التحديد. بعض منكم عم بفكر يفصل، يترك أيام صعبة بالنسبة للجوزاء، ويمكن أيضا على بعض الأبراج الآخرين بهالفترة من ناحية الحب والعاطفة والتطلع إلى مستقبل مشرق. ما عم يقدر يشوف الجوزاء مستقبل مشرق في خلال هالفترة. عم نشوف بعض التشاؤم، بعض التغييرات، بعض الخلافات والانقلاب على العادات والتقاليد في الحب في المتوقع منه. جوزاء بتمنى انك تاخذ الامور برواق، لانه هيدا الاسبوع باعتبار انه هناك صعوبة عليك وعلى الباقيين، بدك تحاول ايها الجوزاء انه يكون عندك، ما تنسى انت برج هوائي وبتولع بسرعة، خصوصا اذا كان شريكك برج ناري او هوائي ايضا، سو حاول الانتباه. بالتوفيق. عزيزي وعزيزتي مواليد برج السرطان، السرطان هو آخر برج رح يكون على هيدا الفيديو، بعد رح يكون في فيديوهين. السرطان، ما الذي المتوقع عاطفيا هيدا الأسبوع للسرطان؟ سو السرطان عاطفيا عم نشوفه مستقر بطريقة اخذ فيها القرار مع الحذر، يعني عم بشوف اللي حواليه غير سعيد بس مش عم يفسح، مانو مكتفي بس مش عم يحكي. اوكي، شريكه بحس انه الامور جيدة، كل شيء تمام. الخطر يكمن هنا بأنه فجأة ممكن يقلب السرطان ويغير كل المعتقدات والعلاقة كلها، يرميها ويقول لا خلص أنا رح أخرج من هذه العلاقة لأني مش متعود عليها. لا يزال غير مستريح، لا يزال غير سعيد، لا يزال متقلب، فعنده بعض الغضب الداخلي، التغيير الداخلي اللي عم بخلي قلبه زي ما يكون على سبرينج طالع نازل. سرطان، بنصحك بهالفترة انك تتروى، ما تخلي التسرع. اذا عندك مشاكل مع الشريك احكيها، خليه يصلح من اموره، من وضعه، من اشيائه، افضل من انه يحس انه انغدر فجأة وانقطع فيه الحبل. شكرا لكل اللي انضموا لي، بشوفكن مع الاسد العذراء الميزان والعقرب.